الإنتاج المحلي يعزز الاحتياطي الاستراتيجي حتى نهاية العام الجاري، وصرف حافز 30 جنيها لكل طن على درجة حلاوة تزيد على 16%، جذب استثمارات جديدة في منطقة غرب بمحافظة المنيا على مساحة 180 ألف فدان، هي العناوين الرئيسة لبنجر السكر في مصر التي عملت على زيادة معدلات إنتاج السكر المحلي بتطوير المصانع الحكومية المتعلقة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائي وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة. زيادة علاوة تكلفة طن البنجر بمقدار 75 جنيها عن كل طن، وحققت مصر لأول مرة اكتفاء ذاتيا من السكر المحلي يتجاوز 90%، بينما كان لا يتجاوز 50 و55%. ينقسم إنتاج السكر في مصر إلى 900 ألف طن من قصب السكر، وما يقرب من 1,800,000 طن من سكر بنجر السكر، كذلك إنتاج 250 ألف طن سكر من محليات صناعية، ليصل إجمالي الإنتاج المحلي إلى 2,950,000 طن العام الماضي، من إجمالي استهلاك المحلي يقترب من 3,300,000 طن سنوياً. فبعد أن كانت الفجوة في استهلاك السكر تتعدى 1,000,000 طن، أصبحت الآن تبلغ نحو 350,000 طن. من مصر، محمد عبد العال.